الأتراك نجحوا إلى حد ما في اختراق مساحات كبيرة من الوعي ومسافات كبيرة في الهوية، ومن خلال عملية التدجين والترويض والشراء المرتزقة. ويبدو أن التركي استمر هذه المسألة، وأعتقد أن سفر برلك الذي كان منذ 100 عام يبدو هذا السفر برلك يتجدد، والسفر برلك اليوم يتجدد من خلال المرتزقة الذين تشتريهم الهوية التركية أو القيادة العثمانية الجديدة بأردوغان تشتري وتدفع المال لبعض السوريين أو لبعض المرتزقين الذين يدفعوا لهم سواء تحت اسم الهوية الإسلاموية بعيدة كل البعد عن الهوية المحمدية الحنفية. وأعتقد أن هؤلاء اليوم يمارس الاسترزاق بهم وشراء هوياتهم وشراء مواقفهم وإجسادهم، لأنهم يباعون كما تباع الخراف في الدرب، تنقل هذه الخراف بخلال نقلها سواء كانت تنقل من سوريا أو من إدلب أو من تل أبيض أو من رأس العين وربما من مناطق أخرى. دعني أذكر سادة المشاهدين أن التركي يدفع وهنالك أيضا من يدفع له. التركي هو رأس الحربة الأمريكية في العدوان على المنطقة، التركي هو رأس الحربة التي تفتد مشروع الشرق الأوسط الجديد أو العثمانية الجديدة، وبالتالي من أجل المشروع الأمريكي ومشروع الصهيونية في المنطقة، وبالتالي الاستثمار في هذه المجموعات الهيبة المسلحة التي تنقل عبر الدولة الوطنية، تعبر الدولة الوطنية تحت الهوية الإسلامية. أعتقد أننا نشهد اليوم نموذجا لعرفة تركيا في المنطقة وللاستثمار بالمجموعات الإرهابية ولنقلها من مكان إلى آخر. نعم، يعني نفهم من كلامك بأن المجموعات الإرهابية الموجودة في سبها هي بإعاز تركي؟ لا شك أن الحضور التركي في المنطقة بات واضحا من خلال استثمار في المجموعات الإرهابية المسلحة، وأيضا من خلال دور الأطماع التركية في المنطقة. وأنا لا أبرئ تركيا على الإطلاق، وأعتقد أن تركيا تشكل جزءا من مشروع الصهيونية الأمريكي في المنطقة. واليوم التدخل التركي اليوم بات واضحا في الصومال وفي قطر في البحر الأحمر في الشرق المتوسط. التركي يسعى من أجل الاستكبار والهيمنة على احتياطات الغاز في المنطقة. يسعى اليوم التركي من أجل أفريقيا وإلى غرب أفريقيا وإلى على التطورات الليبية، وهو لا يستطيع أن يحقق ذلك إلا من خلال الاستثمار في المجموعة الإرهابية المسلحة التي استطاع أن ينشئها في ليبيا وأن يدعمها أيضا بمجموعات أخرى تنقلها من سوريا. بمعنى أوضح، التركي أدخل إلى سوريا عشرات بل مئات ألوف الإرهابيين، ويبدو اليوم أنه يناور بهذه القوات، ينفذ مناورة بقواته الإرهابية من سوريا إلى ليبيا إلى نيجيريا إلى اليمن إلى الصومال في مناطق أخرى. اليوم يقاتل التركي في عمق مياه البحر المتوسط في شرق المتوسط، ويحاول التأكيد على أنه بات يشكل عثمانية جديدة ضمن الهوية الإسلاموية. ويبدو أنا لا أبرئ على الإطلاق تركيا، أنا أعتقد أن تركيا تشكل جزءا من مجموعة الإرهاب العالمي، وتشكل جزءا من هوية إرهابية عالمية على مستوى الدول وعلى مستوى المنطقة بشكل عام. نعم، بالتأكيد وصلت الفكرة. اللواء المتقاعد من الجيش السوري محمد عباس، شكرا جزيلا لك.